خلينا نروح لاخبار البيت الكبير، النادي الاهلي واخبار النادي الاهلي. الحقيقه اول خبر، النادي الاهلي يحتفل بالنجمه العاشره مساء الثلاثاء. الحقيقه ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم النادي الاهلي سيحتفل في تمام الساعه 8، هيقيم حفلا كبيره لتكريم فريق كره القدم بالنادي بعد الفوز بدوري ابطال افريقيا للمره العاشره في تاريخه. ووجه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الدعوه الى رفيف من الشخصيات الرياضيه والاعلاميه وقيادات النادي وكذلك نجوم الاهلي القدامى لحضور الاحتفاليه التي ستقام على ملعب التتش بالجزيره. يتضمن الحفل الذي تسببت الارتباطات الفريق المتتاليه في تاجيله اكثر من مره العديد من الفقرات الهامه والمتنوعه والتي تم الاعداد لها بما يليق بهذه المناسبه التاريخيه. كابتن محمود الخطيب حرص على عقد اكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال، وخلال الاجتماعات استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين. اتفق أيضا كابتن محمود مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، وبالتالي تم تحديد يوم الثلاثاء بعد بكرة إن شاء الله بهذه الاحتفالية الكبيرة. وإن شاء الله أشياء مبهرة جدا وحاجات رائعة جدا حضراتكم هتشوفوها على شاشة قناة النادي الأهلي إن شاء الله. يعني مش عايز أحرق لحضراتكم إيه اللي هيحصل، ولكن حاجات كتيرة جدا وفقرات مهمة جدا تخص النادي الأهلي وتخص لاعب النادي الأهلي، وحاجات جميلة جدا حضراتكم ومبهرة هتشوفوها إن شاء الله في تمام الساعة 8، ما قبل 8 طبعا. كالعادة حضراتكم عارفين لما بنيجي نغطي حدث يخص النادي الأهلي تبقى كل الأمور الحمد لله متاحة ونقدر نعمل لحضراتكم حاجة جيدة جدا فيما يخص هذا الموضوع، فيما يخص طبعا النقل التلفزيوني ان شاء الله يوم الثلاثاء القادم. نوعد حضراتكم من اللي انا سمعته واللي انا عرفته ان لا، في هناك حاجات جميله جدا جدا حضراتكم هتتبسطوا بيها ان شاء الله في هذه الحفله.